طيب احنا معنا الدكتور أسامة مصطفى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نعرف منه تفاصيل اكتر عن الوقعة اللي حصلت امبارح والتعطل اللي استمر لمدة 6 ساعات وتأثيره على المجتمعات بشكل عام، لان الأزمة طالت العالم كله. اهلا بيك يا دكتور أسامة. اهلا بيك يا فندم، صباح اهلا بحضرتك، صباح الخير. طبعا الناس امبارح كلها كانت بتتساءل عن الاسباب، الى ان خرجت شركة فيسبوك واعلنت الاسباب الحقيقية لهذا الانقطاع. وطبعا اللي كان بيدور في اذهان الناس كلها فكرة اختراق الحسابات. أعرف من حضرتك تعقيب كده سريع على هذا الأمر. لا، بالتأكيد مش اختراق حسابات، هو وبعيدة شوية عن موضوع الهاكرز، لأنه السيرفرات بتاعت فيسبوك منفصلة ومتعددة في العالم، وكمان فيسبوك عندها منصات الانستغرام والواتساب والفيس، دول كانوا هم بيحاولوا بقالهم فترة طويلة يضموهم مع بعض، بس لسه حتى الآن ما انضموش، فكل واحدة قائمة بذاتها بقواعد بياناتها بسيرفراتها، فهي مش مرتبطة ببعضها. فعدم الارتباط ده أصلا شيء جيد من وجهة نظرك؟ طبعا شيء جيد، عشان لو واحدة وقعت التانية ما تقعش. فاللي حصل ده طبعا أولا هو شأن داخلي داخل الفيسبوك، يعني أو دأساءه سياسي أو مش مفهوم بالضبط، يعني هو بالضبط كده حد فش شد فيشة السيرفر عن الجهاز. هو بالضبط ده اللي حصل. اللي هما بيقولوه حضرتك في حاجة اسمها الDNS، ده هو نطاق التعريف بتاع اسم الموقع، ده اللي بيربط المستخدم بالموقع. ده تم فصله حضرتك، هو ده اللي حصل، ان انت مش شايف الفيسبوك، لكن هو موجود وقاعدة بياناته موجودة وسيرفره موجود، وانت موبايلك في ايدك معاك عليه حاجاتك، بس الواصل بينكم اتقطع. بس هو قيل ان في يعني بعض التعديلات على الاعدادات هي اللي ادت لهذا الانقطاع حوالين العالم. بوصف حضرتك متخصص، هل المبرر ده سبب كافي لانقطاع الخدمة؟ طبعا. لا بص حضرتك، هو هل هو ده بقى كان خطأ ولا تعديلات ولا هم اجبروا على كده، يعني مش هتبان طبعا، مش هتعلن يعني. لكن هو اللي حصل تقنيا انه الواصل اللي بيننا وبينهم اتقطع. اللي هو الاعدادات اللي بيقولوا عليها دي بتاعت الدي ان اس اتقطعت. مين قطعها وليه قطعها مش معروف. وبعدين هي لما تتقطع وترجع تاني تشتغل ما بتقعدش 6 ساعات، يعني هو لو شركة عادية بتقعد ساعتين من ساعتين لأربعة، شركة ضخمة زي دي المفروض يشتغل فورا. فطبعا في حاجة كبيرة حصلت، وغالبا هي حاجة داخلية مش خارجية، وعدت ولم يعلن عنها. طبعا اللي حضرتك قلته في خسارة فيسبوك، مش بس فيسبوك، كل شركات التكنولوجيا في العالم خسرت بالتبعية، لأنه يعني عدم ثقة المستثمرين اتهزت، فبدأت الناس تطلع أسهمها منها، فبدأ سعر السهم يقع. يعني جوجل وأبل ومايكروسوفت كل دول سهمهم وقع امبارح في أمريكا يعني. لأن كل ده شبكة ومتصلة ببعض في كل الأحوال. مش شبكة متصلة، هم خدمات مترتبة على الأخرى. لا برضو مش مترتبة على حضرتك، بس خدمات شبيهة. أنا بستثمر في مجال التكنولوجيا فخفت فبسحب فلوسي، عشان ده إشاعات كتيرة، قالك ده الأشعة الشمسية بتأثر على السيرفرات، وناس قالوا لا ده في خدمات تأثرت في لينكد إن ومايكروسوفت وجوجل، فممكن تكون دي حاجة عالمية، أنا ألحق أخد فلوسي وأطلع. يعني دي الأفكار اللي الناس بتخاف منها يعني، بس طبعا هي مش كده. طيب امبارح يا دكتور أسامة، الشعب المصري حضرتك عارف إن إحنا أكتر شعب يمكن ربما في المنطقة تحديدا، أو قد يكون لنا ترتيب على مستوى العالم استخداما لفيسبوك. امبارح الناس كلها لجأت للتليجرام، لجأت للتويتر اللي كان عندنا الحقيقة شغال، ما كانش فيه أي مشكلة. فهل هذه البدايل هي البدايل المثلى لو انقطعت أي خدمة من الخدمات اللي كنا بنتكلم عنها امبارح ولا لا؟ هي ماشي، هي مثلا تليجرام بديل في التواصل عن الفيسبوك، عن الواتساب قصدي، لكن هو برضو مش زي ما احنا تعودنا عليه في الواتساب بطريقته يعني. عشان كده امبارح في حوالي 50 مليون مستخدم جديد دخلوا تليجرام، وتليجرام حصل عنده مشاكل امبارح من الضغطة اللي حصلت عليه، فوقع برضو شوية في بعض الدول. لكن هو اللي حضرتك بتقوله ده المفروض هي يعني فعلا تكون عظة للبيت، للمستخدمين. المستخدمين دول هما بقى كبزنس، كرجال أعمال، أنشطة تجارية، أشخاص، إنه دايما يكون عنده بدائل عشان لو حاجة وقعت يقدر يشتغل على اللي بعدها يعني. طيب إشاعة إن الحسابات تم اختراقها، طبعا إحنا بعد ما الخدمة رجعت شفنا البوستات دي كتير بقى وكانت منتشرة، هل ليها مرجعية معينة؟ لا مش خالص. هما بيخافوا دايما أي حاجة يعني، الإجراء الوقائي لأي شركة تتعرض لهجوم إنها تطفي سيرفراتها، ده الإجراء الوقائي. فهو أول ما الفيسبوك مش عارفين يوصلوا، قالك ده طفى السيرفر عشان بيسرقوا البيانات.
حتى لو ده حصل وطفى السيرفر ما بيقعدش 6 ساعات برضه، يعني بتحصل تغييرات في الاعدادات بتطلع بسرعه. فهو الحمد مش لله هي عدت على خير. حتى اخير احنا بقى نعمل احتياطاتنا لاحقا يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور اسامه طبعا على المعلومات القيمه وعلى وجودك معانا. دكتور اسامه مصطفى خبير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا احنا اتكلمنا